شغل، حرية، كرامة وطنية، شعارات ما زال صدها إلى اليوم طيلة 8 سنوات ومنذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية من مهدها ولاية سيدي بوزيد. نستقبل السنة 8 للثورة بعد عام يعتبره التونسيون الأصعب والأقسى على وضعهم المعيشي. ثورة الحرية والكرامة جاءت بمكاسب الحرية والديمقراطية، لكن الوضع بعد 14 من جانفي أرهق التونسيين بأعباء الفقر والفساد والإرهاب، فقد بلغت نسبة البطالة 15.4%، أي ما يعادل 650 ألف عاطل عن العمل، 40% منهم من حاملي الشهائد العليا. وضع جعل الشباب يقاطع الطبقة السياسية ويعتبرها المسؤول الأول عن تردي أوضاعهم، وهو ما يفسر عدم ثقتهم في السياسي. لا يخفي ذلك تفشي آفة الفساد في مختلف المجالات، إذ صنفت تونس في أكثر من قائمة سوداء، وبلغت مرتبتها في مؤشر مدركات الفساد 74 دولياً من جملة 180 دولة في تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية خلال السنة الحالية. آفة خنقت أفق التنمية خاصة مع ضعف الإرادة، ما أسهم في تدهور المؤشرات الاقتصادية مع نزول قيمة الدينار وارتفاع معدلات غلاء المعيشة. سياسياً، تعرف تونس انتقالاً ديمقراطياً صعباً شهدت خلاله 3 انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى بلدية، كما تمت صياغة الدستور وإرساء هيئات دستورية في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية التي تجاوزت أجالها المحددة. تونس عرفت نجاحات على المستوى الديمقراطي حسب الملاحظين في انتظار التعافي اقتصادياً واجتماعياً، وبالتالي فإن انتخابات 2019 قد تنهي المرحلة الانتقالية لتمر تونس إلى مرحلة جديدة تكون فيها العديد من المسائل أوضح، خاصة وأن البلاد ما زالت تواجه تحديات على مستوى الحرية الفردية.